كيلو غالي؟ 5 جنيه غالي. احنا بنبيعه ارخص من الناس. الدنيا 2 كيلو بالله عليك بس نلاقيهم حلوين زيك. يا اخوي عينيا ليك، بس كده اللي انت عايزه. عند اي راجل الكيلو ب 10 جنيه ليمون، لكن عندنا ب 5. ولو معكش فلوس خد برضه عادي. اتفضل يا كبير. ايه دي يا غالي؟ 2 كيلو يا غالي. 2 كيلو ده لابو عمو ما يطلعوش حتى نص كيلو، مش 2 كيلو. يا حبيبي عايز تاخد خد، مش عايز تاخد ما تكلفنيش يا عم. بقول لك يا ابو عمو بالله عليك، هات لي عاجل على عقلي يقول لي ان دول 2 كيلو. انت يا ابو عمو راجل نصاب وراجل حرامي وما شغلتش بمال. طب اها 2 كيلو اها اها. منين 2 كيلو يا ابو عمو؟ طب يا ابو عمو في ايه طيب؟ علشان انت حاط محابل في الميزان من تحت وعمال ترمي كيف رجليك من تحت، هات كده فلوسي ومن غير يمين حتى ولا ما تاخدهم. غور يلا. والله العظيم انا مرات اتكلم معاك عشان راجل كبير وشاف ازاي الحبل هو.